اهلا 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 بخوت، وبخير وفين غبرتو؟ لا انا اللي غبرت عليكم، انا اللي كنت غنطيح. يلاه دير فيديو كنت غنطيح. وكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بلاتي نحط التليفون باش نبان ليكم. وانا غبرت ياك؟ انا بوحدي في الدار. واش غديروا الخطره؟ لا المشاكل راكم عارفين بلا هكدا. وانتوما فين شادينها؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا غير حتى ندير هكا باش نضحكوا. المهم ناري ضربت صبعي ديما ما عرفتش كيبقى طراو لي المشاكل. المهم انا بوحدي دابا في المنزل، انا بوحدي في الدار. المهم غنوريكم واحد العصير شنديرو، واحد العصير اللي هو ناضي. المهم كما كتشوفوا الكوزين هادي ردها واعر، خلينا دابا. المهم دابا غندير واحد العصير اللي هو عصير ممتاز، بقاو معانا. غنقرب باش يبان لكم مزيان. لا واخيرا ومن الصباح انا شنقلب في التليفون مرتني. المهم هذه الباربا، ها غنجي هكا باش نبان لكم. المهم هذه الباربا ياك عرفتي الخوت، ولكن ما عرفتش خصني نبعد التليفون. غنبعد التليفون باش نبان لكم واضح ومزيان. واخيرا لا دابا انا زوين وكنبان خايف في التليفون، ما عرفتش علاش. المهم غنشدو هذا راه ماشي البول. المهم هذا الماء ديال الحمص. اوكي والله حتى الماء ديال الحمص زوين بزاف. المهم حامض شويه، خاص صبروا عليا نمشي للثلاجه نجبد حامضه. اوكي قام وهنا جبت حامضه، ياس كنحتاجو حامضه والعصير ديال الباربه مع الحليب، وكذلك كنحتاجو الماء ديال هو هذاك الماء ديال كمل فري الماء ديال الحمص. هانتوما ها المكونات ديالنا. عندنا هنا نعاودوها من الاول، عندنا هنا الماء ديال الحمص، الحاجه الثانيه الباربا مطحونه مع حليب، الحاجه الثالثه عندنا حامضه بحالكم، هاد الحامضه هي خصكم، وكاس يكون زوين. ما علينا غنشدو هاد الشيء هذا غنديرو ليه هكا غنشوف اش حاول ديرو ليه هكا وتكبو. يا سلام. علاش انا كبيت حد هنا؟ يعني باش نكبو هذا. اوكي هاد الشيء بروتينات، تبقى تجري بحال الحمار، جري من هنا لتمارة واخا عيقش فيها. المهم واخا شنكذبو بقى معنا. هانتوما غتكبو هذا حتى الفوق. ها لاحظتو معنا؟ لاحظتو؟ شاهدتو معنا؟ تنبغي نعيب دوك العيالات. نطيب لك المرقه وكتقول لكم كيفاش تصوبوا المرقه باقل من ثمن، والمرقه هي المرقه راه خارج. غنشدو حويضه وغادي هانتوما غاتو هانت غاتجي هنا وغادي لها كيبان لكم. ها واش البنات هما ما تيديروش؟ انا حنا دقيل لي البنات. هانتوما غنشدوها من هنا ياك، غضربوها هاي من هنا هادشي الضربي. وحاضر شنو حاضر ندوق غتشدو الحامضة غتلصقوها في الكاس. مبغاتش تلصق هاد الحامضة، راه قلت ليكم مسخوطة. ها أنا فرقعتها الحامضة، أتونسيون. ها نتوما كنحصلو على هاد المشروب هذا، شو
شعر مشروب بلاتي نذوقو واش فيه السكر لا لا حيت انا راه فيا الزميمر. غنخلطو بالموز. نجرب نذوقو مرة أخرى. نجيب السكاكيرة مادام السكاكيرة بسم الله. نقدر انا غندي انا غندير شوفوا ما ديروا شوفوا الخوت انا اصلا محلي الحليب الحليب كدير فيه السكر الا مشيتي زدتي هادي ان لله ود حمام. المهم انا غندير هادي شوف فاش فاش غتحطها شوف كي غتولي شوف او قال لك السكر داكشي كيطلع شوف انا كنبه هانتوما غتحطوها هكا هيا مشات هادشي كيطلع فوق علاش اخوان النظافة هي الاولى. هادي غنديرها في الثلاجة غنقطع الفيديو دابا هانا تنبع ليكم مزيان اوكي. كما قلت لكم ها حنا كنحصلوا على هذا العصير هادو طلع طيب. مهم عصير زوين انشا غادي نحركو بالموس غنوريكم انا نهز التليفون ونوريكم غنشوف ما شوف أو عصير الله واو واعر هاد العصير بزاف كاع ما تنحملو عرفتي علاش حيت فيه داك البرغوشه واحد البرغوشه كتقطنقص والله حتى غنشي ناري كون كانت بنتي ولا اختي ولا شي لعبه تكون قدب كوك في تنقص نضربها. المهم هانتوما تشوفوا العصير الواعر اللي درتو تجاكم عصير واعر طوب يلا الخوت نتلاقاو في فيديو جديد. المهم شي لعبه جديده شي لعبه الى عجبكم الفيديو دخلوا اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. يلا الخوت تهلاو.